أهلا بكم. قالت مصادر إعلامية من بغازينا هدوءا حذرا يسود كافة محاور القتال في المدينة بين قوات الثوار وميليشيات ما يعرف بالكرامة. المصادر ذاتها أكدت وجود شبكات مسلحة نشبت بين أطراف تابعة لميليشيات الكرامة في ساعات متأخرة من مساء الجمعة، يعتقد أنها في منطقة السلماني، ولم تعرف الأطراف التي شاركت فيها ولا ما نتج عنها. يشار إلى أن مدينة بنغازي تشهد وجودا كثيفا لمجموعات مسلحة منذ تكليف فرج غايم وكيلا لوزارة الداخلية بالحكومة المقترحة. انطلقت في العاصمة الكونغولية برازافيل اليوم السبت أعمال الاجتماع الرابع للجنة الإفريقية رفيعة المستوى والمعنية بإيجاد حل للصراع في ليبيا. القمة التي انطلقت بحضور 15 رئيس دولة يحضرها عدد من الشخصيات الليبية، من بينها رئيس المجلس الرئاسي المقترح ورئيس البرلمان المنحل ورئيس ما يعرف بمجلس الدولة، بالإضافة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. وحسب اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى، فإن الاجتماع يأتي في إطار مساعي يبذلها الاتحاد الإفريقي لإنهاء ما قالت إنه الجمود السياسي في ليبيا في ظل الانقسامات السياسية الحادة والتي لم تفلح مبادرات الأمم المتحدة والدول العربية في حل حالتها. قالت الحكومة الإيطالية إنها وضعت خطة مفصلة لتمكينها من إدارة عدد من معسكرات المهاجرين واللاجئين بشكل مباشر وبالتعاون مع منظمات غير حكومية إيطالية. وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي أن مسؤولية التحكم في ظروف المهاجرين العالقين في ليبيا تقع على مسؤولية الحكومة الإيطالية، مضيفا أن هناك منظمات إيطالية غير حكومية سوف تتبنى منظمات ليبية غير حكومية كذلك إنشاء شبكة من الشباب الليبيين المكرسين لاحترام حقوق الإنسان وفق قوله. رأى برلماني إيطالي أن أعمال العنف ضد المهاجرين في مراكز الإيواء الليبية كانت متوقعة بشكل مأساوي وفق تعبيره. عضو مجلس النواب الإيطالي بيبو تشيغاني بحسب وكالة آكي الإيطالية أضاف أنه بينما يدعي وزير الداخلية ماركو مينيتي الشفافية في الاتفاقات المبرمة بين إيطاليا وليبيا لوقف وصول المهاجرين، تكشف منظمة أطباء بلا حدود عن فضيحة كانت حتى الآن مخبأة فقط تحت حجاب الدعاية، حيث تنتهك في المخيمات الليبية أبسط حقوق الإنسان بشكل منتظم وفق قوله. السلام عليكم.